احنا دخلنا في الحوار، والحوار ده كان حوار حول القضايا، قضية الحكم، الحريات، وحدة البلد، الاقتصاد، علاقاته الخارجية، وطلعنا من الحوار ده بمخرجات أساسية أعجبت بها المعارضة كلها في مجملها. شاركنا مشاركة ضعيفة في السلطة، وعندنا كانت خطة لآخر لحظة في إنقاذ ما تبقى من الواقع السياسي المزري الذي أوجده المؤتمر الوطني. وبعدين تقدمنا على الناس بشبابنا في الاعتصام، ده شباب منه، والتضحيات الشهداء، أحمد الخير ده شهيد المؤتمر الشعبي، شهيد الثورة. ولذلك ما في زول بيزايد علينا، كل الأحزاب ديل ما يعني بسألك آية، الأحزاب ديل عندهم شهداء في معركة سقوط المؤتمر الوطني؟ أعتقد ما في. ولذلك يعني مشاركة القيادة في السلطة كانت مشاركة محسوبة على برنامج، والبرنامج كان فيه إنقاذ للشعب السوداني. صحيح أن احنا فشلنا في أنه نقنع المؤتمر الوطني المتخندق حول السلطة، لكن المؤتمر الوطني لقى جزاؤه من الشعب السوداني، والمؤتمر الشعبي الآن بالموقف الحالي يعتبر أبو الفكرة الإسلامية والحزب الرائد الذي يقدم برنامج للتحول الديمقراطي.